لان هذوك الاولاد خالي من يعاونوني الناس وداروا معايا تحليل الاديان لقاو ماشي ولادي اصلا. شوها السراول مقطعين، الصدر عريان، الماكياج، الشعر مطلوق. حقدت عليها ما نكذبش عليك، فوجاهي حقدت عليه ما نكذبش عليك. السلام خويا، نقدم لكم راسي ياسين بوراس من مدينه المحمديه. خويا انا بغيت كنوجه هاد الرساله لجميع المسؤولين، لجميع المسؤولين. خويا ياسين قبل انا نقاطعك، قبل ياسين سمع انك واحد الوقيته انا بغيت تكمل نص ديالك وتجوج. فوالا عاودني كيفاش تعرفتي على هاد السيده؟ خويا انا هاد السيده غير كنت فريت السلام، بغيت قلت للوالده قلت لها باغي نتزوج وهذيك دا دبرنا على بنتنا شويه، جات سكنت معنا في الدار. في الاول بلاش، في الاول كيف كانت المعامله ديالها معاك؟ المعامله خويا ديالها مزيانه، غير هي وليت كنشوف شي وليت كنشوف شي. قبل ما نشوف دابا دولنا في الاول قبل الزواج كانت بخير؟ كانت بخير، المعامله ديالها مزيانه هذيك دا. هزيتي الوليدات ديالك؟ فوالا هزيتي الوالدين مشيتي خطبتي؟ فوالا شويه خالي بقاو شي مشاكل معها بيني وبين خوتي، بقات كتعاير معاهم هذه كذا. تقريبا المشاكل شحال ديال المده ديال الزواج باش بداو؟ تقريبا شي مده عام ديال الزواج باش بداو هذا الشيء. شنو بحال كتعاير معها؟ شنو كيوقع بحال كتعاير معها؟ المهم شي حاجه خايبه ما خصنيش نقولها للناس، وهذاك الشيء اصلا ما خصوش يدار. المهم خويا وهذا الشيء اللي كاين، وزادت طارت لي مشاكل، شرات لي صداع مع خوتي، ولاو جارين عليا من الدار، وليت دابا انا عايش غير في الزنقه. حرشاتهم؟ لا، ضاربت معاهم وجابت خوالاتها ضاربوا معاهم في الدار وهرسوا لهم المواعن، كانوا خلاو لهم غير التلفازه اللي ما مشيتش ليه. شويه مشاو، جات صافي، جا خويا قال للوالده قال لها اما انا ولا هو في الدار، هذا يهز ولاده ويخرج. خرج مشينا كرينا تقريبا خويا شي مدة شي عام ثاني اخر، عام وحنا كاري. كيفاش فشكيتي مع كيفاش كان التعامل ديالها والتصرفات ديال البيوت تبدلوا ولا داكشي اللي بداو كيتبدلوا؟ ما بقاتش المعامله ديالها كيفاش مزيانه. ولات بزاف الحوايج، ولات فيها الغوت بزاف، كتخرج بزاف، ما كتدخلش الا وحده ونص جوج ونص ديال الليل. انا الثمانية كنقول لها فين كنتي؟ كتقول لك كنت عند امي، وملي كنمشي نسول ما كتقول لك ما كانتش ما عندي، يلاه خرجات. وانا ما كان اللبس ديالها ديك الساعه، حاله اللبس اخويا ديالها لا مشوه ما نكذبش عليك، شوها السراول مقطعين، الصدر عريان، الماكياج، الشعر مطلوق. هادشي كان قبل الزواج ولا قبل؟ ثلاث تزوجت معها، وكان قبل الزواج كانوا حنايا عادي فهمتي، ولكن ملي تزوجات وداك الشيء ولا داك الشيء كثر. دابا خويا كنتمنى كنطلب من المسؤولين يعاونوني في هذه القضيه هذه، راه كانت مسؤوله. فوالا مور ما وقعتش، شنو درتي معاها؟ صافي وليت باغي نطلق، باغي نهرب، وليت كنطج من المحمديه وما بقيتش باغيها. ملي كتقول لها انت كتقول لها بنت ناس درتي شنو كتقول لك؟ ما كتردش عليا، كضرب فيا وكتزيد، كتهز راسها وتزيد، ما كتقول والو. هذا هو اللي بقى فيا لداخل. وكنتمنى خويا من الناس. شنو وقع مور؟ واش سمع انا خرجات ما بقيت سمع حتى شي اخبار؟ من وراها ملي خرجات ما بقيت سمعت عليها حتى اخبار. لا هي لا ولاد، لا ما عرفتهاش فين زادت، واش كاينه هنا في المحمديه؟ شي كيقول لي مشات لقطر، كلش كيقول لي. سمعت كتقول شي حاجه على الامارات قبل؟ فوالا كانت قبل كانت تقول لهم كانت بغات تخلي لي الدراري وتقول لك شدهم عندك باش مشينا للامارات، باش هي تمشي دير اللي بغات. ملي ما قبلتش لها خويا هزت ولادها وزادت، هذا هو اللي كاين. عمرك تلاقيتي معاها؟ هو تقول اخويا كندور قلبت عليها المحمديه كامله. دابا شحال تقريبا؟ تقريبا اخويا كنقول لك دابا جايه سبع سنين. سبعة سنين وانا عايش هاد الظروف وباقي فيها الدار. انت مزوج؟ ما انا مزوج، ما انا مطلق، وبغيت نصاوب لاكارت ناسيونال ديالي عكسوا لي فيها. اش عكسوك في لاكارت؟ في قبلها كيقول لك اما تجيب لنا الورقه الكاغيت ديال الزواج، كاغيت الزواج عندي ياك، الورقه ديال الطلاق ملي طلقات ما عطاتهاش لي فهمتي. هي طلقات منك ولا طلقات؟ دارت غير طلاق حبي باش دير هي اللي بغات فهمتيني، كل واحد يشوف راسه. دابا خويا كيقول لك جيب لنا ورقه ديال الطلاق، وانا خويا ما عنديش، ما خدامش، حتى كتشوف حالتي خدام غطالب معاش، على قد الحال، مره خدام مره ما خدام، شو عايش واحد الظروف اخويا يا رجاله. وكنوجه هذه الرساله لكل المسؤولين، بغيتهم غير يعاونوني على هذا باش غير نصاوب لاكارت ديالي، وهذا هو اللي كاين اخويا. بالنسبه اخي دابا حاليا يعني لاكارت، يعني دابا لو وقفك البوليس وقفك لاكارت، كتقول لهم؟ كنقول لهم طاحت ليا هاز معايا غير فورتوكوبي ديال لاكارت، ولا ديك لاسينيسيس هي اللي هازه معايا باش كندور، شي حاجه اخرى خويا راه ما كايناش. ملي كتجرب توجه للكوميساريات بغيت تصيب لاكارت؟ واه كنبغي نتوجه، كنمشي كيقول لك ضروري تجيب لنا غير هاد الورقه ديال الطلاق، وانا خصني تا الورقه ديال الطلاق تنطلع حتى للمحكمه، وقال لك تخلص عليها 12000 وانا خويا ما عنديش.
على قد الحال، مره خدام، مره 100 درهم، مره 80 درهم. ما 80 درهم دابا ما كتقدكش حتى الصير. ها انت كاري دابا، خاصك ما تاكل، خاصك باش تعشى، خاصك باش تخرج. باش اخو 80 درهم اش داير لك؟ غدير المحكمه غد باش غدير؟ ما عندها ما داير لك. خدمه خويا كنقول لك، قلت لك طالب معاه، شوف هذاك الشيء تد السيمال بني باش واحد بغى يطلع شي سلعه كنطلع. هذا هو هذه خدمتي اخو، شي حاجه اخرى بلا هذه راه ما كايناش. بالنسبه ليا واش كتواصل مع والديها ولا كذا؟ ما كتواصلت مع والديها، كانت عندها جدها ساكنه حدانا في رياض السلام، ملي توفات من تما كلشي تفرتك. ما عندهاش عائلتها؟ ما بقيتش. انا اصلا قلت لك عارفه فين كاين، انا اصلا دابا حاليا كنقلب عليها ما عارفاش فين كاين. الاولاد ما كرهتيش؟ الاولاد ما نكذبش عليك، ما شحال الاولاد كانوا عندها؟ زوج اخويا. حقدت عليها ما نكذبش عليك، فوجاه هي حقدت عليها ما نكذبش عليك، كرهتها. لان هذوك الاولاد خالي من يعاونوني الناس وداروا معايا تحليل الاديان لقاو ماشي ولادي اصلا، بجوج ماشي ولادي وحاطاهم في السميه ديالي. ما حسيتش يا خالي، ولكن دعي ان شاء الله ياخذ فيها الحق هادشي اللي كاين. ما كدويش معايا اصلا، انا اصلا باش غندوي معاه بهذه الطريقه هذه ما كتبانش ليا، ما كتبانش. مع من غندوي؟ مع الحيط، البرد ما كايناش. غبرات ما عرفتها واش ميته حيه مشدوده. انا اصلا دابا حاليا هاد المراه ما عرفتهاش شي مشات. رساله للعناصر الامنيه اللي هما غيحسوا بك. كنتمنى غير الخير، كنتمنى هذاك الشيء اللي كاين. كنتمنى من الناس المسؤولين والناس كاملين، الوقايه البوليس، العناصر الامن الوطني، يعاونوني على هذا المشكل، لان راه ما بيديش اخويا. انا راه عايش، راه كنقول لك 7 سنين وانا خارج من الدار. لا اله الا الله. وليس اخويا نمره لاكارت حافظه انت؟ نمره لاكارت حافظه. شناهي؟ تي 22 27 في الاخر، هادو هما النوامر اللي كانوا عندي في لاكارت الاولى. انت فين؟ انا كوميساري تابع لهم. قرية السلام. مشيت تماك؟ فوالا مشيت وقالوا لي نفس الهضره اخويا اللي كنقول لك، الوراقي ضروري خصهم من هذاك الشيء، وهذا هو اللي كاين اخي. الكلمه الاخيره اخويا توجه للناس والمغاربه كاملين. الكلمه الاخيره كنوجه للمغاربه، قلت لك العناصر الامن الوطني يعاونوني على غير على هذا المشكل. لحقاش انا اخويا تعذبت بزاف، العذاب بزاف. الوالدين عندي غير امي وخوتي، البو ما عنديش، البو الله يرحمه. شوف حالة بسيطة، ماشي شي حال، ماشي شي ناس اللي غنقول لك حنا لاباس علينا ولا ناس على قد الحال اخويا، كنمشيو على قد الحال. ونتمنى عندها تقاعد ديال الوالد وعندها معايا خوتي كيعاونوا، هادشي اللي كاين اخويا. الله يدير لي فيها الخير اخويا. امين اخويا، ونتمنى لجميع العناصر الامن يعاونوني على هادو المغاربة، جميع المغاربة، وكنوجه لهم التحية من نمرة تي 22 27 خويا ياسين بوراس من مدينة المحمدية. شكرا خويا.